بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. اتكلمنا قبل كده ازاي ان انت تختار المواضيع اللي هتتكلم فيها، وازاي ان انت تمنتج الفيديوهات. ان شاء الله النهاردة هنتكلم في حاجة مهمة جدا، ان انت ازاي تحقق الشروط اللي جوجل منزلها. طيب، شروط الربح من اليوتيوب هي شرطين: تحقق 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة فقط لا غير. تمام، النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن كذا طريقة ان انت ازاي تحقق الشروط عشان تقدر تقدم في برنامج الربح اللي هو الادسنس من اليوتيوب. الربح من اليوتيوب هو انت ازاي بتاخد فلوس، وبتاخد فلوس دي بناء على ايه؟ طيب، على سبيل المثال مثلا قنوات التلفزيون، لما انت مثلا بتعمل مسلسلات افلام بتبقى القناة دي مشهورة، بيبدأ مع اصحاب الشركات الفنادق اي كل بقى الشركات اللي عندها منتجات عاوزة تسوقها بتيجي عند قناة مثلا مشهورة وبرنامج معين او مسلسل معين مشهور جدا، وتقول والله انا عاوز اعمل اعلان عندك. تمام، لان في اكبر شريحة من الناس هتشوف الاعلان ده، سواء منتجات بقى. تيجي مثلا يقول لك في وسط المسلسل كده يقطع ويقول لك فاصل، يجيب لك بقى يقول لك ايه، سمنة الهانم، بطاطس مش عارف مين، فندق ابصر ايه، مدرك ايه، صح؟ طيب، الناس دي عشان تعمل اعلانات بتدفع مبالغ مهوله جدا. طيب، بتبدا هنا القناه دي بتكسب من فلوس الاعلانات، سواء بقى راديو، قنوات تلفزيون، جرانين، وكذلك اليوتيوب. اليوتيوب هو منصه مفتوحه مجانيه للناس انها ترفع عليها المحتوى، وبتبدا ان كل حاجه في الدنيا هنا، عاوز اي حد عاوز يعمل اعلان بيروح لليوتيوب ويختار مبلغ معين بيصرفه في الإعلانات على منصة اسمها ads.google، كان زمان اسمها AdWord. بتعمل الإعلانات بتظهر على الفيديوهات بتاعته اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل أو في مواقع، تبدأ تلاقي إعلانات كده في المواقع. تمام، منها اليوتيوب أسهل طريقة احنا بدأنا بيها لتحقيق الربح. انت ازاي احنا شرحنا كده ازاي بتاخد الفلوس دي. طيب، قصدي بتكسب الفلوس دي. طب ازاي تاخد الفلوس دي؟ مرحلة تانية هنتكلم فيها بعدين، او ممكن نتكلم دلوقتي، انا مفيش مشكلة. انت بعد ما بتحقق الشروط بتقدم طلب في ادسنس، بيتوافق عليك ان شاء الله، بتكتب بياناتك، بعد كده الفلوس بتتحول لك عن حاجة اسمها ويسترن يونيون، دي خدمة لتحويل الاموال في متغامرة هنا موجودة في بنك اسكندرية. بتسجل بياناتك، اهم حاجة رقم البطاقة والاسم يكون سليم. بعد كده مثلا بيحقق $100 تروح تقبضهم من ويسترن يونيون بالبطاقة، هي المية ما بتخصمش منها حاجة. طيب، ان شاء الله اول حاجة هنتكلم عنها النهاردة اللي هو اليوتيوب فيو سبلاير. الموقع ده تقدر من خلاله انت تحقق 1000 مشاهدة مجانا، ده مقابل التسجيل فيه. بعد كده انت بتقدر تشتري المشاهدات دي. اول طريقة، كل المواقع دي هسيب لكم اللينكات تحت، ولو في برامج هرفعها واسيب لكم لينكات التحميل تحت الفيديو. نعمل ريجستر او تسجيل، بنكتب الاسم والايميل وكلمة السر، ده الويب سايت. تمام، هدخلها بايميل، بنعمل نيو اوردر زي ما هي اليوتيوب فيوز والالف. بنيجي تحت هنا ناخد مثلا نكتب 1000 فيو، ونضع اللينك بتاع الفيديو اللي انا عاوزه. هنا ظاهر لي هنا بفلوس، لان انا بصراحة جربت قبل ما اشرح لكم الفيديو، فعشان كده جاب لي بفلوس لانه خد الاي بي بتاعي. لكن ده الصفحة بتاع الحساب بتاع اللي انا جربت بيه اهو، ده لينك الفيديو، عملت يوم 10/4 تقريبا 4 5 ايام، والف مشاهدة لو حققهم لي خلاهم دلوقتي 1006 وكمبليت، يعني تم، هو فعلا حققهم، والبرايس او الكوست صفر زيرو من غير فلوس. تاني موقع، الموقع ده اسمه ادمي فاست، بسجل عليه، هسيب لكم اللينك تحت الفيديو تسجلوا عليه. برنامج الموقع ده عبارة عن ايه؟ بعد ما بتسجل بتدخل تعمل لايكات لناس، بيديك بوينت او نقط، النقط دي انت بتضيف الموقع بتاعك او القناة بتاعتك
او حساب التليجرام، حساب الانستغرام، تويتر. احنا بنتكلم النهارده على اليوتيوب، فاحنا هنضيف القناه بتاعتنا. بعد ما سجلت بعت لي ايميل فيريفيكيشن او تاكيد، بروح افتح الايميل. انا هنعمل بايميل وهمي مش الايميل بتاعي. باخد اللينك اضغط عليه، بيقوم فاتح الموقع التاني ويقول لي كونفيرمد او اتاكد. هنا حاولت ادخل قال لي خطأ. هنا الايميل وصل اهو، كليك هير تو كونفيرم. قال لي كونفيرم ايميل ثانك يو. انت كده تمام زي الفل. بعمل لوج ان او دخول على الموقع، لوج ان اكسبت او اجري، موافق على الشروط بتاعتك يا سيدي. اداني هنا 200 بوينت، ده مقابل التسجيل 200 بوينت، 200 نقطة. اول حاجه انا بعملها اد سايت او بيج، اللي انا اضيف الايه القناه بتاعتي. هنا عندي كذا حاجه ممكن اضيفها، لو عندي صفحه فيس عايز اعمل لها لايكات شير فولو، عندي تويتر، تويتش، انستجرام، ساوند كلاود، ساوند كلاود، بنترست، في كل حاجه، اسك اف ام، في كي، موقع روسي، كل حاجه. انا هختار هنا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اللي هو يوتيوب سبسكرايب او اشتراك. التايتل اللي هو عنوان اللي انا هكتبه عشان افهم ده ايه، مدغامر مثلا دوت كوم سب شانل، اليوزر نيم ولا الاي دي. بفتح قناة، بفتح قناة اليوتيوب، بنجيب اللينك من فوق، بعد يوتيوب سلاش شانل باخد بقى اللينك الصغير اللي بعديه اللي هو الكود ده. بختار من هنا السي بي سي اللي انا مثلا عاوز في الميتون نقطة ده، كل واحد يشترك له اديله كام نقطة، فانا اختار 14. هو الناس بتدي 35 وبتاع، فاحنا ايه عشان يعملوا معناها شوية حلوين يعني. قال لي خطأ، المفروض دي في الاي دي بس، انا اتلخبطت يعني ما اضيفش اللينك كله، هاخد بس اللي بعد سلاش تشانل. في عنده يوتيوب دوت كوم سلاش تشانل سلاش، والكود اللي بقى اللي هو الحروف وارقام كده. لو انت عندك اكتر من 1000 مشترك مش هتقدر ان انت تعمل اشتراكات. طيب ناخد اللينك اللي هي تشانل اي دي، ده الكود بس، واعمل سيف تشينج. قال لي كده تمام زي الفل، congratulation your site was successfully added. تمام، مقابل كل اشتراك هيبقى 14 نقطة. طيب انا عاوز ازود النقط دي، في عندي طريقة ان انا اشترك، والطريقة التانية السهلة اللي انا بشتغل بيها. اللي انت بتعمل ايه، بتفتح على سبيل المثال ايه اليوتيوب سبسكرايب، كل واحد هتشترك له هنا بيقول لك 17 نقطة، عاوز تنفض له تقول له سكيب 14، سكيب 17. تعال نجرب، نقول له سبسكرايب. هنا الصفحة قفلت لوحدها. طب نضغط سبسكرايب تاني، هيفتح لك صفحة تانية. هتضغط على كلمة اشتراك او سبسكرايب. هنا انا نسيت اسجل ساين ان في الموقع. هنضغط اشتراك، تنتظر شوية متقفلش على طول. subscription added، تنتظر شوية تقفل، يقولك ايه زي الفل النقط اتضافت. طيب عندك كذا حاجة ممكن تجرب فيها، انستجرام فولورز ودي بتبقى اكتر حاجة. هنا بيقولك 35، فانت ممكن تفتح اي انستجرام كده فيك تقعد تضيف بيه.
هنقول له فولو، تضغط وتنتظر شوية، ما تقفلش الشاشة بسرعة عشان لو قفلت بسرعة ممكن ما تضافش. انتظرنا شوية حلوين، نقفل. يقول لك ايه؟ بوينت ادد اد يور بالانس. طيب زي الفل. عندك بقى الفيسبوك لايك شير فولو، كل دي حاجات بتديك نقط، دي اللي بيزود الرصيد بتاعك اللي انت بتقدر تستخدمه عشان تضيف او تزود المشتركين عندك في القناة. ممكن تعمل لايكات، ممكن تعمل كومنتات، في عندك كذا طريقة ان انت تستخدمها او تستفيد بيها من الموقع ده. تويتر بيقول لك هات اليوزر نيم بتاعك بس. كل دي حاجات لو عندك ويب سايت برضو ممكن تعمله ترافيك. موقع جميل جدا، وممكن طريقة ان انت ممكن تشتري منه ب 210 رصيد. الحمد لله. هنا في 3 عمل اشتراك. الموقع التاني نفس الطريقة برضو ونفس الاستخدام بتاعه. kingdomlikes.com. هنعمل تسجيل الايميل الوهمي. انت طبعا سجل الايميل بتاعك، انا بس بعمل لكم عشان بشرح. دي كل الطرق كلها طرق مضمونة، ما فيهاش اي مشكلة ولا اي ضرر، وطرق سليمة 100%. اعمل سبميت، هبعت لك ايميل، تفتح الايميل وتعمل كونفيرميشن زي التاني بالظبط. في طرق تانية كتير او تقدر تستخدمها، تدخل على الجروبات مثلا اللي هي تبادل الاشتراكات، تبعت القناة في الواتس لكل اصحابك، تضيف القناة على جروبات الفيس. كل دي طرق كتير جدا ان انت تقدر تضيف مشتركين كتير، تبعتها لقرايبك كلهم واصحابك، وابعت خليهم يشتركوا ويعمل لك فولو كده، يعني يظبط الدنيا. نضغط على اللينك، اكتب اكاونت، ثانك يو، زي الفل. نعمل لوج ان، نفس الحوار نفس القصة. هو انا اداك 50 بوينت. هنعمل اول حاجة اد بيج، كذا حاجة، فيسبوك لايك شير فولو، تويتر انستجرام يوتيوب اللي انا عاوزينه، يوتيوب سبسكرايب. هنا ورلد وايد، يعني انت ممكن تختار الناس اللي هتشترك لك من بلاد معينة، ايجيبت مثلا، ممكن تعمل ورلد وايد او تختار دولة معينة، يعني زي براحتك. التايتل اللي هو العنوان، شانل يو ار ال، انت بتاخد العنوان كله بتاع القناة. سي بي سي اللي هو الاشتراك مقابل كام نقطة، عشان نقط لكل واحد يشترك لك بتدهم له. تمام كده، اكتف وزي الفل. طيب احنا عندنا 50 نقطة عاوزين نزود، هنعمل ايه؟ عندي الطريقتين، يا اما اشتري يا اما اعمل نفس النظام، ادخل على الفيسبوك لايك، اعمل لايكات للناس وكل لايك بيدوني نقط بتضيف في رصيدي، كذلك تويتر، كذلك اليوتيوب، كذلك انستجرام، بنترست، ويب ترافيك، كل ده بيضيف نقط في رصيد اقدر استغلها ان انا ازود عندي الناس برضو.
يعني بعمل لايكات لناس باخد بيها نقط، اخد النقط دي ناس بتيجي تعمل لي لايكات مقابل ان انا بديها نقط. فهمت الدنيا ماشية ازاي؟ الموضوع سهل وبسيط ومفيش اي مشكلة. ليك كمبتدأ بيبقى ايه، بيحطك على اول درجة. عملت اللايك، تنتظر شوية ما تقفلش الشاشة بسرعة. نقفل. نقطة بطيئة شوية بس معلش. زي الفل، كونجراتوليشن، يرن 7 بوينت. تمام، هتقعد بقى تشتغل على كده لحد ما النقط تكتر، ومقابل النقط بتكتر تقفل بقى وتسيب الدنيا، هتلاقي هو اوتوماتيك بيخصم من الرصيد وشغال. تمام، دي كلها يعني حاجات او طرق مفيهاش ضرر على عليك. يعني لو انت بتعمل تبادل الاشتراكات، يفضل ان انت لو هتعمل تبادل ما تبقاش في ساعتها انت تعمل له لايك والاشتراك في ساعتها هو في نفس الوقت، لانه بيجي بعد كده اليوتيوب بيخصم زي مثلا ايه، عقاب ليكو، لان الموضوع ده من زمان واتكشف بالنسبه له. فالحاجات دي ما فيهاش اي ضرر، الطرق اللي انا بشرحها دي ما فيهاش اي ضرر عليه. طيب احنا كده شرحنا موقعين، في مواقع كتير قوي بتدي نفس الفكره. احنا بقى نتكلم عن برامج الكمبيوتر. اول موقع، اول برنامج قصدي، اسمه سيمبل ترافيك بوت. تمام، ده بيزود المشاهدات بالنسبه لل 4000 ساعه. احنا مثلا عملنا الطريقتين للاشتراك، ازاي نزود المشتركين بحيث ان انا اوصل 1000 دي بكل سهوله. طيب عاوز اجيب ال 4000 ساعه، اجيبهم ازاي؟ بالبرنامجين دول. اول برنامج اسمه سيمبل ترافيك بوت، سهل جدا وبسيط وبيزود عدد المشاهدات. كل ما يكون المحتوى بتاعك كويس، كل ما الناس هي اللي هتدور على الفيديو. والفيديوهات اللي جايه هنشرح ازاي ان انت تخلي الفيديو بتاعك يظهر في محركات البحث في اول فيديو. طرق سهله وبسيطه، وبرامج هي بتتباع بس احنا نوفرها لكم مجانا. افتح يا ولد. تمام، البرنامج فتح معانا. هناخد لينك الفيديو نحطه مكان اليو ار ال، طبعا اكتيفيتد، انت مش محتاج تشتريه. لينك الفيديو لو كان على سبيل المثال الفيديو ده اللي احنا عاوزين نزود عدد المشاهدات بتاعه، ناخد كوبي يو ار ال نضعه هنا. تمام، طيب نمبر توتال اوف فيوز اللي هو عدد المشاهدات اللي انا عاوز اخليها تزيد. ران انفيزبل مود، انفيزبل اللي هو الشاشه بتظهر قدامك، فانت يفضل ان انت تسيبها زي ما مقفول. ثريد اللي هو كام متصفح انت عاوز تفتحه في نفس الوقت. نمبر اوف فيوز بير كونتري، يعني مثلا 30 مش مشكله سيبه زي ما هو. اهم حاجه بقى اللي هو ستي ان ويب سايت اللي هو الوقت اللي انت عاوز تفضل قاعد فيه، او كل مثلا سيشن يفتح كل متصفح يفضل وقت قد ايه، يفضل اقل حاجة 240. انت بتفضل برضو تشوف الفيديو عندك كام وقت قد ايه، ده طبعا بالثواني. الميني مش مينت، لا ميني يعني مينيمم، والماكسيمم ده طبعا بيتقاس بالثانية، 240 ثانية، واقصى حاجة السيشن يفضل مفتوح فيها 480 ثانية. هيبدأ يعد معاك هنا مثلا الكاونتر، بيقول لك مثلا ان في حصل مشاهده 1 فيو. طيب نشوف البرنامج التاني. البرنامج التاني برنامج ليه استخدامات كتيره، طبعا احنا نختار اللي احنا بنتكلم عنه النهارده اللي هو مشاهدات اليوتيوب. برنامج تقدر تستخدمه برضو في مشاهدات الموقع والبرامج المواقع اللي هي الربحيه اللي هي بتاعه الاعلانات. هنعمل من هنا يوتيوب فيوز،
تمام. نيجي من الجنب هنختار اليو ار ال ونحط لينك الفيديو اللي احنا عاوزينه، وممكن تحط كذا لينك لو عندك كذا فيديو، لو احنا هنحط الفيديو ده بس. طيب الريفيرال اللي هي المواقع اللي هو بيجي منها، كأن مثلا انا جاي من موقع اليوتيوب كنت ببحث ودخلنا على الفيديو عشان اليوتيوب ما يشكش. البراوزر تايم هنا عندي برضو اقل حاجة واكتر حاجة، المينيمم والماكسيمم. اقل حاجة 240 عشان ما يشكش فينا، كل دي الحاجات اللي هي ايه خلينا كأننا مشاهدين عادي، وحسب برضو الوقت بتاع الفيديو. سريد زي هنا عملنا 3 اللي هو 3 سيشن او 3 متصفح في نفس الوقت. عملنا ستارت، هيبدأ المفروض ان هو هنا بقى بيعد. برنامج جميل جدا وفيه خصائص كتيرة، انت ممكن بعد كده تكتشفها. لو عايز اي حاجة اكتب لي في الكومنتات وانا ارد عليك، لو في اي حاجة مش فاهمها او حاجة واقفة معاك. البرامج دي المفروض انها بتتباع، نزلناها لكم النهاردة ان شاء الله من غير فلوس كراكد. وكده المفروض ان انت مثلا على سبيل المثال كأن انت يعني مثلا كذا واحد، احنا اختارين 3 3 سريتس اللي هو 3 سيشن، كأن 3 فاتحين الفيديو في كذا مكان، لان هو عنده البروكسي واليوزر ايجنت، كأن مثلا ايه متصفحات مختلفة وايبهات مختلفة عشان ايه اليوتيوب ما يشكش. هنا لو انت مثلا عاوز عندك شوية بروكسيات عاوز تضيفها، طب يكون افضل برايفت بقى ولا بابليك؟ برنامج جميل جدا وفيه خصائص جميلة. طبعا المفروض برامج زي دي بتسيبها شغالة فترة كبيرة طبعا عشان يزود لك عدد المشاهدات وتقدر انت توصل بسرعة وتحقق الشروط بتاعتك. هنعمل ستوب، هنبص نلاقي الفيزيتس بقت 3 إن شاء الله. تابعونا وتلاقوا برامج جديدة.